السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم القلم مع السكراتش. ممكن تيجي هنا علامة زايد لو مكانش ظاهر عندك وتقول له انا عايز استخدم البن. طيب قبل ما نبدأ هنبدأ نضيف بعض الأدوات الخاصة بالإيفنتس، زي لما أبدأ أدوس كليك يبدأ يرسم، وممكن نضيف حاجة مثلا زي زرار مثلا معين لما أدوس عليه يلغي كل حاجة، تمام. وممكن نقول له لو دوست كليك تعمل حاجة معينة وهكذا. طيب على سبيل المثال مثلا البان ممكن اقول له اريس اول لما ادوس سبيس يمسح كل حاجه. طيب ممكن اقول له ستامب يعني ينسخ العنصر. هنشوفها مع بعض دلوقتي. بين داون يبقى هيبدا يرسم، تمام. ممكن ندوس على حاجه تانية يرفع القلم بحيث ان هو ما يبداش يرسم. ممكن نقول له بعد ما عمل داون، طيب ممكن نستخدم امر مثلا زي تكرار، زي مثلا forever اهوت. طيب هنستخدم ايه بقى في forever؟ هنقول له مثلا يبدأ كل ما حرك الماوس مثلا يبدأ يتحرك معايا، تمام. فدي محتاج ان احنا نستخدم احد الادوات الخاصة بيه اللي هي glide to. خلينا بقى ساعتها نقول له ايه ماوس بوينت اهوت، هنبدأ نحطها بالشكل دوت، تمام. طول ما انا امشي هو يبدأ يمشي معايا هو، تمام. طيب لاحظ ان انا لما حطيتها بره ما بداش يتحرك معايا، فعشان كده هحطها فين؟ جوه فور ايفر، تمام اهو. طيب لو دوست سبيس يلغي كل اللي مرسوم قبل كده. طيب خلينا نرجع كده البن، وهقول له مثلا اعمل لي ستامب معاها. ستامب معاها يعني ايه؟ يعني طول ما انت ماشي يبدا ينسخ في كل مكان يقف فيه، ينسخ لقطه، ولو دوست اريس يمسح كله، تمام. طيب ممكن نغير السايز، ممكن نحطها هنا نخلي السايز مثلا 5، تمام اوف، يبدأ يغير لك السمك بتاع الخط ومسطرة يمسح. وممكن مثلا تقول له انا عايز اعمل بين اب مثلا، لو انا دوست على الشكل مثلا يبدأ يرفع القلم، تمام. وبعد كده الأمر ده هو اللي هيشغل إن القلم ترسم. شايف هو بيرسم شكل بس القلم مرفوع، هيشتغل إمتى؟ لما تبدأ البرنامج تاني. لو دوس على القطة خلاص هيبدأ يعمل الحركة من غير ما يبدأ يحط القلم، سبيس يمسح كله وهكذا. طبعا دي بعض الأوامر الجميلة اللي هتخليك تقدر ترسم أشكال. فاحنا ممكن نعمل برنامج يخليه مثلا يرسم مربع، يرسم مستطيل، يرسم دايرة، أي حاجة من الحاجات اللي احنا هنشوفها مع بعض بعد كده.